بارك الله فيكم. هذا هل يجوز أن تقول لمخلوق أعتمد عليك؟ وما هو الفرق بين الاعتماد والتوكل؟ توكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، توكل المؤمنون. توكل لا يقال إلا في حق الله. أما الاعتماد والتفويض والتوكيل فيجوز، تقول للمخلوق وكلتك، فوضتك، عمدتك، وما أشبه ذلك من ألفاظ الوكالة لا بأس بذلك.